إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم مشاهدين قناه ست البي. النهارده بقى هعمل معاكم الرز بالشعريه، يعني كل التكات بتاعت الرز بالشعريه عشان يطلع مفلفل وجميل ان شاء الله وما يعجنش مننا خالص، وبالذات بناتنا الصغيرين لسه بيتعلموا يعرف كل التكات الرز بالشعريه عشان ما يعجنش معاك. اول حاجه هنا معايا نص كيلو رز وغسلاه ومجهزاه مغسول بس مش منقوع ولا حاجه. معايا هنا ربع كيلو شعريه او لو نص كيلو شعريه حتى يبقى جميل جدا، لما يكون الرز قد الشعريه بيبقى جميل جدا ما شاء الله. معانا الحلة على البوتاجاز اهي، احط فيها زيت، الرز بالزيت بيبقى جميل جدا، بيبقى حبات مفلفله وجميل جدا ما شاء الله. احط الشعريه بقى تسخن ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله. كل ما تبقى الشعريه قد الرز بيبقى طلع جميل جدا ما شاء الله. اول حاجه بقى عشان الشعريه دي تطلع كلها زي بعضها كده ماشي، حته متحمره حته لا، هنحط لها معلقه ملح. نحط لها معلقه ملح عشان تطلع كلها متحمره زي بعضها. دي اول تكايه في الرز. ولما نحط الشعريه ما نسيبهاش، لازم ايدينا فيها على طول عشان لو سبناها هتتحرق من تحت ومن فوق هتبقى لسه نيه فمش هتنفع، هتبقى شكلها متحرقه ومش حلو. طول ما احنا ايدينا فيها كده نقلبها على طول لتطلع ذهبيه وجميله جدا ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه روعه جدا ما شاء الله. اهم حاجه ما نسيبش الشعريه على الولع كده لوحدها، على طول ايدينا فيها هيدينا بقى لون الذهبي الجميل اللي احنا محتاجينه. ده درس بسيط جدا كده للاولاد اللي لسه صغيرين بيتعلموا يخشوا المطبخ في الاول كده، الرز بالشعريه دوت ما يبقاش مشكله بالنسبه لهم ان شاء الله لا قوه الا بالله. بدات الشعريه تلون اهي كلها زي بعضها بالظبط، مفيش اي حته محروقه او حته لا، بدات تلون واخده نفس اللون. ان شاء الله لا قوة الا بالله. مكنتش معاها برضو لحد ما اخد اللون الذهبي اللي انا عايزاه، كده لسه محتاجة ايه تاخد اللون الذهبي، لسه ما خدتش اللون الذهبي اوي. انتم شايفين اهوت قدامكم اهي كلها زي بعضها ما فيهاش اي حاجة محروقة ولا اي حاجة، علشان ما نسيبش الشعرية لوحدها على البوتاجاز خالص، لازم ايدينا في قلبها كده. لو سينا عليها وعملنا اي حاجه تانية هبص لها خيط لون من ناحيه ومن ناحيه تانية تبقى لسه نايه خالص، وطبعا مش هنعرف نصلحها هتبقى كده خلاص هي اتحرقت. فعشان كده هي حاجه مهمه جدا ما نسيبش الشعريه خالص ما شاء الله لا قوه الا بالله. لونها بقى جميل جدا ما شاء الله، لون ذهبي جميل، روعة روعة روعة. الله أكبر، كل حاجة قدامكم ما فصلتش الفيديو ولا أي حاجة، حاجة جميلة جدا ما شاء الله. الله أكبر، دلوقتي بقى هناخد الشعرية خاطر اللي احنا عايزينه، هننزل بالرز. الرز ده مغسول بس مش منقوع.
ثاني حاجه في الرز، ثاني تكه في الرز لازم نشوحه كويس جدا، يسخن جدا مع الشعريه. دي ثاني حاجه ايه، التكه من تكات الرز ما شاء الله لا قوه الا بالله. لازم نسخنه جدا مش هنحمره، بس هو هيسخن قوي مع الشعريه، والزيت اللي في الشعريه هيغلي في الرز كله عشان يطلع مفلفل ان شاء الله ويبقى جميل جدا ما شاء الله. دي ثاني تكات الرز. الله اكبر. الرز دوت رز مصري، كوبايه الرز بتاخد كوبايه ميه، دوت الرز المصري. وانا هوريكم ازاي انا بزيد دلوقتي، يعني اللي بيعرفش يزيد بالمعيار ده انا بعمل كده، هيعمل بالكوبايه بمعيار الكوبايه. كوبايه الرز بتاخد كوبايه ميه. الرز سخن ما شاء الله، سخن خلاص مع الشعريه اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. تالت حاجه بقى في التكه في الرز تاني، لازم ننزل عليه بميه مغليه، ما ينفعش نحط عليه ميه ساقعه، حطينا عليه ميه ساقعه هيعجن ومش هيبقى كويس خالص، لازم تكون ميه مغليه. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. انزل بقى بميه بتغلي، لازم تكون ميه بتغلي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا بقى بعير الرز، الميه بتاعت الرز بتبقى ايه، الميه فوق الرز ايه، عقله صباع، عقله صباع ديت ايه، الميه عاليه على الرز كده عقله صباع. اللي ما بيعرفش يعمل المعير دوت هيعاير بالكوبايه، كوبايه الرز المصري ده كوبايه ميه، قبل ما يعمل اي حاجه يعاير الرز ويعاير الميه بس ويحط الميه تغلي. دلوقتي بقى هنظبط الحط بتاع الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. حطه جميل ما شاء الله. دلوقتي خلاص الحط كويس والميه كويسه، اغطي عليه بقى، هيغلي دقيقتين اتنين وهغطي عليه خالص وهنساه بقى خلاص تلت ساعه ان شاء الله يكون مستوي. دلوقتي ايه، هسيبه دلوقتي يغلي بس دقيقتين اتنين على الوليه العاليه. دلوقتي بيغلي كله اهو، هسيبه دقيقتين اتنين بس وبعد كده هوطيه خالص. ده الرز غلي دقيقتين اتنين بس، هوطيله خالص بقى، هوطيله خالص ما شاء الله كده، هوطيها خالص خالص خالص، اقل حاجه خالص، احط الشياطه او احط اي حاجه ترفع الحله شويه بس كده، اقل حاجه في الولع خالص هسيبها كده عليها بقى ما شاء الله كده. بقى هسيب الرز هيقعد حوالي تلت ساعه، بعد 10 دقائق او ربع ساعه هقلبه من فوق لتحت مره واحده وخلاص، هسيبه على كده بقى. وبعد تلت ساعه هوري لكم هو مستوى عامل ازاي، ان شاء الله يبقى جميل جدا وحباب حباب، مش معجن ولا اي حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. بعد 10 دقائق اهوت ايه الرز، الرز ما تلاقيه متخرم من وسطه كده، وان شاء الله هيبقى جميل جدا، في خروم ثقوب في الوسط اهي. دلوقتي يبقى الرز ده ان شاء الله هيبقى جميل جدا، عايزه بقى اقلبه بس من فوق لتحت بس واسيبه تاني ايه يكمل التسويه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. في ناس بتقول لك ما تقلبش الرز، بس هو بتقلب ما بيبقاش فيه اي مشكله ان شاء الله. ما شاء الله حاجه جميله جدا ما شاء الله. دلوقتي بقى هغطي عليه، هيقعد تلت ساعه ان شاء الله هيكون مستوي ان شاء الله، وهوريه لكم ما شاء الله لا قوه الا بالله. الرز بتاعنا جميل جدا ما شاء الله، الله اكبر. رابع تكه في الرز، ان احنا لازم نوطي عليه جدا، لازم نوطي عليه جدا. الرز لو عليتي عليها هيشيط من تحت ومش هيبقى كويس ولا هيستوي عمره. لازم رابع تكه في الرز هو نوطي عليه جدا جدا، اقل ولع في البوتاجاز لازم نكون متوطين عليه. دلوقتي كده خلاص هو استوى، وهو ايه هقدمه معاكم بقى، اي قالب عندنا كده وه ايه هنحطه فيه ان شاء الله. ما شاء الله لا قوه الا بالله، شوية رز ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة من الاخر من الاخر يعني، روعة روعة روعة. كل اللي بقى يعني الرز بيتعجن منه ان شاء الله متفرج على الفيديو دوت، مش هيعمر ما الرز يتعجن منه تاني، روعة روعة روعة. الرز اهوت يتعدي بالحباية ما شاء الله لا قوة الا بالله، روعة 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 يعني، الله اكبر. وعشان نحطه في القالب دوت ويطلع كويس لازم ايه نضغط عليه كويس كده، وبالذات من الجناب ديت ما شاء الله لا قوة الا بالله، الله اكبر. شوية رز من الاخر ما شاء الله، روعة روعة روعة. ما شاء الله لا قوة الا بالله، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حاجة جميلة جدا. الله أكبر الله أكبر. حاجة روعة جدا. لو كلكم مشيتوا على التكات اللي بعملها ديت في الرز دوت هيبقى جميل جدا. الرز حبايه بحبايه ما شاء الله، حتى القلب انا ضغطته بس برده الحبايه باينه لوحدها كده، مفيش اي حبايه لازقه في حبايه ولا شعريه. حاجه جميله جدا ما شاء الله. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي يا رب تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.